أهلا بكم، عدنا هنا القاهرة وحوارنا الآن مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ رشاد كامل. أهلا بك فندم. أهلا أستاذ إبراهيم، منورنا أستاذ رشاد. أهلا بيك أستاذ رشاد. أنت بذلت سنوات من حياتك ومن عمرك في التقصي والتحري حوالين كل ما له علاقة برئيس السادات. أنتج ده خمس كتب، خمس عناوين، أنا رأيي أنها من أهم الكتب القارئة لمشهد وتاريخ رئيس السادات. لغز السادات، السادات أسطورة لغز، السادات مؤامرة ومغامرة 15 مايو، زيارة جديدة للسادات، المبادرة والمنصة. الكتب دي فضلا عن كتب أخرى عن الصحافة حضرتك قدمتها للمكتبة العربية، وكانت كتب بالغة الأهمية أيضا، تناولت شخصية رئيس السادات وعلاقاته كتير قوي بعالم السياسة قبل الثورة، ثم ثورة يوليو، ثم بعدها، ثم على مقعد الرئاسة. لكن كمان ما سبتوش في نهض رشاد ولا في علاقته بهذه الفترة وإبراءه هزت عرش مصر، طبعا مؤلف هذا الكتاب واللي أخذ عنه الفيلم. فالسادات يبدو قصاد يعني، وده يمكن له علاقة بحقيقة السادات أو لغز السادات، السادات له أكثر من وجه، لدى أكثر من طيار أو خصم أو مؤيد أو محب. أو زميلنا شريف عليش الغلاف بتاع لغز السادات صحيح صوره أكبر تجسيد الحقيقة. ياريت تطلع الغلاف على الشاشة عشان الأستاذ رشاد هيشرح لنا إيه الفرق بين الصورتين. صورة القاسي اللي ماسك نبوت وصورة المؤمن. لا، الغلاف ده الحقيقة ليه قصة أستاذ إبراهيم. سنة 84 في عز كان الأستاذ أستاذنا الكبير الجورنالجي الأعظم أستاذ هيكل عمل كتابه خريف السادات، بعدها بفترة خريف الغضب، متأسف خريف الغضب، وبعدين الأستاذ موسى صبري عمل السادات الحقيقة والأسطورة. أستاذنا البارع المايسترو صلاح حافظ كتب مقاله الشهير سادات موسى، سادات هيكل وسادات موسى، كان مقالا بليغا. انتهى في كتابة المقال الى انه وانا في انتظار ان اعرف سادات ثالث. فالسادات الذي عرفته ده الاستاذ صلاح حافظ هو اللي كاتب، لم يكن هو سادات هيكل ولا هو سادات موسى صبري. انا عرفت سادات تاني خالص. انا اذكر في تلك الفترة انا كنت سكرتير تحرير، فالاستاذ لويس اداني المقال عشان الاستاذ لويس جريس رئيس التحرير وقتها ابعت المقال، فطاقت في دماغي فكرة حمقاء فقلت اقولها. لو حمقاء الاستاذ لويس هيقرص وداني وعم صلاح حافظ ينقرزني بكلمتين، لو طلعت كويسه فلت بيها. فقلت له استاذ لويس بعد اذنك ما نعمل غلاف يطلع فيه السادات مين، مره شيطان ومره ملاك. لم اكن ادري ان الفكره جيده، لان عم صلاح حافظ اداني 20 جنيه مكافاه على الفكره النيره كما ارتقاها. لما جيت عملت الكتاب استاذنت الاستاذ شريف عليش ان يبقى هو غلاف الكتاب، لان ده كان غلاف مجله صباح الخير في وقتها. لان السادات الحقيقه عنده مشكله فظيعه، السادات هو شخصيه دراميه. يعني من اول ميلاده حتى وفاته الدراما في كل موقف من المواقف. مشكلة السادات لما أنا باجي أكتب عنه، في اتنين سادات. السادات عندما كان في موقع المسؤولية وكل القضايا اللي كان السادات محل اتهام فيها وهو في موقع المسؤولية من 52 لغاية سنة 70 28 سبتمبر 70 كلها تم اختراع عشرات التبريرات لها. بعد رحيله الدامي والمأساوي في 6 أكتوبر 81 تحولت كل الأفعال دي إلى عرائض اتهام فظيعة جدا جدا. الله، ده شخص كان بيكتب مذكراته في زمن السادات، قال إن مرواح السادات إلى السينما كان في منتهى التكتيك والمناورة، لأنه مقاتل ولأنه سائر ولأنه متمرد، وفي احتمال الثورة تفشل، فلو فشلت ما تقبضش عليه عشان لو اتقبض عليه مش هيكمل، فراح السينما. بعد السادات ما مات، نفس هذا الشخص الكبير المكانة من الضباط الأحرار اتهموا انه كلام سخيف عيب ان الواحد يقوله في مذكراته برضه ولا بره مذكراته؟ لا، نفس الشخص ده في حوارات صحفية. مش من طبعة جديدة للمذكرات. لا 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 لا. خلينا نبدأ بالسادات من الأول. اتفضل. لأن موضوع مشاهدته للسينما وذهابه للسينما ده جزء من الألغاز اللي انت حاولت تفكها في كتير من كتاباتك، اذا كان لغزا يعني. لكن خلينا نبدأ ب يعني نشأة السادات. هل
أسرة السادات ونشأة السادات أثرت في تكوينه النفسي والسياسي فيما بعد؟ أي بني آدم سواء كان هيبقى في المستقبل رئيس جمهورية سواء بالصندوق أو بانقلاب أو بأي حاجة لابد أن الأسرة بتأثر فيه. السادات كأي طفل مصري في أوائل القرن العشرين ومن مواليد سنة 18، فهو حتى في كتابه البحث عن الذات بيحكي عن أول مرة دخل فيها السينما وهو قاعد وما كانش طفل، ده كان شاب يعني، وفيه مشهد قطر جاي فقام من على الكرسي وهرب طلع بره خايف القطر ايه يصدمه، لان السينما كانت حلم الناس وقتها، اختراع جديد وهكذا، فمتعة الناس وطرزان والاختراعات دي كلها. السادات في شبابه فكر انه يشتغل سينما ونشر اعلان شهير للممثلة او المنتجة ايما امينة محمد، وكاتب نص الاعلان انا شاب اسمر مفتول العضلات مش عارف ايه كذا 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 الكلام ده كله، اعلان مواهب جديدة يعني تقدم للتمثيل، وراح تقدم للتمثيل وهو بيقول ان هي الست ايه زحولته بتعبيره يعني ايه زحولته قال كده يعني لو النص يا ريت يدور على النص المصورين يا جماعة، واخد بالك ازاي. السادات فيما بعد، بعد ما قامت الثورة ومجلة دنيا الفن او اهل الفن اللي كان رئيس تحريرها الكاتب الجميل المحترم حسن امام عمر، كان هو رئيس تحريرها، والسادات المدير العام فكانوا عاملين مدير عام مجلة الفن اللي كانت تطلع عن مؤسسة دار التحرير دي الاعلان او ده الاعلان واخد بالك ازاي. فهو كتب مقالة عن غرامه للسينما فمن ضمن الحاجات، وهو كان نفسه يعني كان مدير عام مجلة فنية طلع انه كان نفسه يبقى ممثل، وكان بيكتب مقالات مختلفة في الفن. ولو ما ترجع ليومياته من ضمن المقالات البديعة مثلا اللي انا قريتها له رمضان والفن واخد بالك ازاي هتلاقي حاجة مشتركة في نفس الفترة الزمنية. مثلا لما تقرا اخر ساعة سنة 53 جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر واعتقد السادات دخلوا شافوا فيلم سينمائي الاستاذ هيكل كان رئيس تحرير ايامها فجمال عبد الناصر كتب مقال نقدي عن هذا الفيلم اللي شافه سنة 53 واخر ساعة موجودة رئيس مجلس وزراء باين وقتها عبد الناصر، وكان وزير داخلية وزير داخلية جميلة والله، كتب مقال في السينما يعني اصل اقول البني ادم من جواه ملوش علاقة هو ايه. السادات كان يرقد جواه فنان عظيم جدا جدا، انما مثلا كمان حاول يعبر عن نفسه بالزبط. حاول يمثل كان مدير دار الاستاذ فنية. انيس منصور روى روايه من اغرب واعجب ما يمكن، هو كان عنده تسجيلاتها قال لك كنا في قعده من ضمن القعدات، فالسادات تخيل انه في حوار ثلاثي بين السادات وبين بيجن وبين كارتر، والسادات تقمص الشخصيتين الاخرتين لو في مفاوضات السلام هيتم ازاي. أنيس منصور كاتب في خلاصة في نهاية الشهر وأشهد أن الرئيس السادات كان ممثلا عبقريا وعظيما ينظر أن يتكرر. السادات كان بيحب التمثيل وهو حكي في المقال اللي بقول لحضرتك عليه ده اللي منشور في المقال ده أعيد نشره تاني بعد السادات ما مات في مجلة الكواكب كاملا على مدى صفحتين. السادات بيقول إن أنا كنت بستخدم المواهب التمثيلية المدفونة جوايا في إني أخرج من مآزق كبيرة جدا 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 طوال كل حياته. لما تقرا مذكرات السادات اللي كتبها 30 شهر في السجن واتنشرت في مجلة المصور قبل السادات ما يبقى رئيس جمهورية بست سبع سنين، السادات راوي فيها بالتفصيل الممل ان هو غاوي غنى كان بيغني واخد بالك ازاي. انما انت لما تيجي تهاجم السادات فيما بعد بعد ما مات والخصومة الشيشية واضحة تقول لك ان السادات كان بيعمل مسمي نفسه المجعراتي. اخواننا ده كان سنة 46 ناس مسجونة، يعني تتخيل ان الناس اللي مسجونة وبتعمل ده المصحيح اللي عملوها في السجن بالظبط وكان احد الادوار اللي قام ببطولتها ايضا الاستاذ عبد العزيز خميس الذي اصبح فيما بعد رئيسا لمجلس ادارة ورئيس تحرير مجلة روزا، وكان متهم معاه في قضية امين عثمان بالظبط في قضية امين عثمان مع محمد ابراهيم كامل ومع حسين توفيق وغيره بالظبط انما هو في السجن عمله مصرحية ده كانت من بنات افكار السادات ولا كان مفيش تفاصيل مفيش تفاصيل مؤكده انما هو ادى فيها بالظبط زي بالظبط اثناء حصار الفلوجه الرئيس جمال عبد الناصر وابراهيم بغدادي وصلاح سالم كانوا بيعملوا مجله حائط وبعدين تطورت شويه السيد طه او الضبع الاسود احد ابطال حرب فلسطين العظام طبعوها من نسخه واحده بلوزه وكانوا بيقروها لبعض فمجلة روزا اليوسف في أواخر الأربعينات عادت نشر
كصورة زيموغرافية بعد الفلوجة ما خلصت والأبطال عادوا إلى فإيه صوروا. فمن ضمن معمول سين وجيم مع الأبطال الجنود المحاصرين. فكان إيه فالسؤال لجمال عبد الناصر، ماذا تشتهي؟ إيه أغلى أمنياتك بعد الخروج؟ فقايل بالنص صينية رقاق من يد زوجتي. واخد بالك إزاي؟ البطل احمد عبد العزيز يعني وكل اللي كانوا ابراهيم بغدادي وصلاح سالم، كل واحد قايل ايه امنياته. ما اقدرش افسر النهارده 2013 اجابه السادات سنه 46 او جمال. طب ما جمال عبد الناصر كان ممثل وهو طالب في مدرسه النهضه الثانويه، قام ببطوله مسرحيه وقام بدور ايه يوليوس قيصر، وكتب في مجله المدرسه مجله النهضه كتب مقال جميل وبديع ايضا. جمال عبد الناصر عشان اصل الموالشة يبدو انها جينات مصريه. جمال عبد الناصر ذات يوم اكتشفوا في اواخر الخمسينات انه كان وهو طالب عنده مشروع روايه اسمها في سبيل الحريه. فيوسف السباعي او المجلس الاعلى للثقافه والاداب اعلنوا مسابقه ضخمه جدا مين يتقدم ويكتب الروايه يكملها او يكملها. هو كان كاتب حوالي ما قيمته 70 80 صفحه صغيرين يعني، اتقدموا الالاف. فيوسف الشباعي في ذكرياته في اخر ساعه بيقول لك ايه، فوجئنا ان الكبار الادباء اللامعين اللي مش محتاجين شهره هم اللي متقدمين. فلغاهم كلهم وركنهم على الجنب وقرر تبقى قصير على الشبان. فاللي فاز بالجائزه وقتها يعني شاب اديب في مقتبل العمر، او يعني ما عنديش تفاصيل انا اسف، بس اذكر اسمه عبد الرحيم عجاج. وزارة التربية والتعليم قررتها على المدارس بمناسبة ايه؟